بعد ايام نودع عاما مليئا بالاحداث والانجازات والخيبات لكن ليس السياسيه ولا الاقتصاديه والاجتماعيه انما الطبيه انجازات كثيره تصدرتها كبريات المؤسسات الطبيه انجازات تكللت بتطوير الخلايا الجذعيه وزراعه الاعضاء الى انتاج تقنيات طبيه دقيقه وصلت الى النانو في الربع الأول من عام 2013 تم الكشف عن تطوير زراعات للوجه واستخدام أنسجة حية من جسم المريض المتضرر نفسه بعد أن كانت مقتصرة على متبرعين، علم بحد ذاته قد يغير وجه الطب الترميمي خاصة لمن عانى حروقا وحوادث. زراعة الوجه كانت جزءا من عمليات متعددة تشمل أعضاء أخرى في الجسم، من زراعة الكلى وتطويرها إلى زراعة يدين لشخص فقدهما في حادث ثم إلى زراعة رحم لامرأة تركية صور كانت العناوين الأولى تفوقت فيها على عناوين السياسة عام 2013 عام الاكتشافات العلمية الطبية التي قد ترشح كإنجازات في هذا العام. مجلة الساينس الأمريكية كشفت عن أهمها، تربع التعديل الجيني والدخول في صميم البروتينات لإنشاء دفاعات مضادة للأمراض على رأس القائمة. أنسجة الدماغ المرئية وطريقة تصويرها كانت أحد أهم تلك الاكتشافات، ما يزيل أكبر عقبة أمام الطريقة التقليدية التصويرية للدماغ، خصوصاً فيما يتعلق تصوير الاغشية الخلويه له عبر الضوء ما يجعل انسجه الدماغ شفافه ومرئيه تمضي الشهور الاولى لعام 2013، شهور كما حياه الناس، عانت تقلبات ونكبات على صعيد الصحه، عوده فيروسات وامراض واوبئه كانت وبحسب البعض من الاطباء منقرضه ومخفيه، عادت من جديد بشكل متحور يضرب بوحشيه الاجسام ويشكل مناعه حتى ضد العقاقير والادويه المقاومه لها. الفيروس التاجي كورونا الذي اكتشف عام 2012 اصبح يعرف كمتلازمه الشرق الاوسط التنفسيه وهو مجموعه من الاعتلالات تتراوح ما بين نزله البرد العاديه والانفلونزا الحاده المصاحبه للحمى والسعال والالتهاب الرئوي الحاد مرض استدعى المؤسسات العربيه والعالميه لتطويقه ومواجهته. فيروس شلل الاطفال يعود من جديد في سوريا التي لم تعاني منه من قبل، يعود بصفه اخرى وبشكل اخر يسميه الاطباء بشلل الاطفال البري او الوحشي، اذ انه يهدد بالانتشار في حال لم يتم التطعيم ضده وتطويقه. قد يتجاوز هذا الفيروس الحدود لينتشر في مناطق مختلفه من العالم ويهدد هذه المره ليس الصغار فقط انما الشباب ايضا. وما بين الانجاز والاخفاق فان جهود العلماء مستمره لايجاد علاجات وعقاقير تمهد لثورات طبيه قد تكون عالميه ثورات تتجاوز الصراعات البشريه بين الدول هدفها الاول والاخير هو صحه الانسان لكنها ومع ذلك قد تحد من قيمه الدواء العلاجيه خصوصا فيما لو كانت محدوده فقط لفئه قليله من الناس فئه قد تستطيع تناول عقار التهاب الكبد الفيروسي سي مثلا وتتعالج منه رغم تكلفته البارد. التي تسجل آلاف الدولارات للجرعة الواحدة بينما لا يستطيع مئات الآلاف من فقراء العالم المرضى الحصول على وصفة طبية وينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور محمد بار علي اختصاصي أمراض الدم, الدم والحائز أيضا على دكتوراه في زراعة نخاع العظم صباح الخير دكتور صباح الخير دكتور بداية لو نبدأ بالحديث عن أهم الإنجازات الطبية لعام 2013 في رأيك لا شك ان الانجازات الطبيه هي ما تزال يعني متجدده ليست ولدت سنه واحده نقدر نحكي عن اكثر من صعيب الانجازات الطبيه في عنا على مستوى الصعيد الدوائي، التصنيع الدوائي لربما الدواء الحديث اللي اعلن عنه في التهاب الكبد سي يعتبر هو ثوره في عالم التصنيع الدوائي، مشكلته فقط هو الغلاء الشديد اللي لسعره، ولكن شانه في ذلك شان معظم الادويه اللي تكون تصنيعها حديث ثم مع الزمن ينخفض سعرها فيصبح في متناول اليد فيما بعد. هي من ناحيه التصنيع الدوائي، من ناحيه بنقدر نحكي كمان على التقانة التكنولوجيا في ايصال الادويه الى داخل جسم المريض. حتى الان دائما اعتمد التابلتس يعني الحبوب أو أو والكابسولز عبر الفم لايصال الدواء او التحاميل او الحقن العضليه الوريديه تحت الجلد هذه هو الاسلوب المعتاد ثم ظهر موضوع البخاخات الانفيه ولكن حاليا في عام 2013 هناك انجازين جيدين واحد منهم يسمى مضخة الاسبرين الكهربائيه او الالكترونيه طبعا ليس فقط للاسبرين سيكون لكل انواع المسكنات وسيكون حقا موجه نحو العصب المتأذي وهذا يعني خبر جيد لمرضى مثل معهم الشقيقه مثلا سيكون علاج ناجع اكثر من تناول الادويه التقليديه ايضا خبر جيد لمرضى السكري حتى الان يعتمدون على الحقن الانسولين سيكون هناك مضخه عبر لصاقه جلديه تبخ الانسولين ويمتص الجلد بهذه البساطه بهذه البساطه <applause> لذلك هناك انجازات عم تتطور بالتكنولوجيا خلينا نقول بنيجي لصعيد اخر نعرف انه جائزه نوبل للطب هذا العام اخذوها تقاسموها ثلاث باحثين حول موضوع الخلايا في الخلايا استطاعوا ان يثبتوا ان هناك طريق او خارطة الطريق ضمن الهيوله او ضمن السيتوبلازما للخلايا بحيث تسلكها الجزيئات ضمن الخليه وليست تسبح كما كنا نظن سابقا في الهيوله بشكل حر وعشوائي مم. هذا الطريق اللي قدروا يرسموا خارطه استحقوا بموجبه جائزه نوبل للطب لعام 2013 مم. مم. يستحقونها بالفعل نعم طب دكتور ماذا على الصعيد امراض مثل امراض السرطان مثلا او الايدز على مستوى الامراض السرطانيه اذا حنحكي عن موضوع الخلايا ناخذ موضوع الخلايا عم نحكي عنه كان حتى الان موضوع استعمال الخلايا الجذعيه اللي كان اسمه التاريخي زراعه نقي العظام او نخاع العظم واستودي فيما بعد باستعمال زراعه الخلايا الجذعيه الستيم سيل كان هو الكشف الكبير اللي بدأ منذ حوالي 15 الى 20 سنه ولكنه يتجدد دائما، هذا العام كان هناك طريقه كثير كبيره يعني هذه السنه انه استطاعوا يختاروا او يستحصلوا فيروس الايدز يقتلوا المحتوى الامراضي تبعه ويحقنوه ضمن الخلايا الجذعيه للمريض بما يعدل الـ الـ الاضطراب الموجود ضمن الخلايا المرضية لهذا المريض ويعيد حقله مرة ثانية إلى المصاب بالسرطان ليصار إلى اجتثاث مرض السرطان الدم بشكل كامل هذا هو الانجاز الكبير بعام 2013 بيتعلق ما بين الخلايا الجذعيه والايدز واللوكيميا طيب دكتور لو نحن نتحدث ربما الان عن الانجازات ولكن يعني لابد ان نتحدث ايضا عن الاخفاقات لعام 2013 فيما يخص في مجال الطب اليس كذلك دكتور الاخفاقات ناجبه عن ليس فقط بعام 2013 هي دائمه دا السبب الطب في صراع مع المرض منذ الازل والى الابد هو لا ي... هو يختلف المجال الطبي يختلف عن بقيه المجالات العلميه كلها دا. في علم التكنولوجيا في علم الكمبيوتر كل شيء بتخترعه بتقول يعني شو الاختراع الهائل الانسان عم يخترعه لقدام ما كان موجود عم يخترعه فهو سيشهد تطور دائم بالطب سيكون هناك دائما شعور بوجود فشل لانه انت عم تواجه مرض موجود دائما وانت تسعى للقضاء عليه هذا هذا السبب في سبيل موضوع الفشل الطبي صحيح ولا ربما الاعداد الكبيره والاخطاء التي قد تنجم عن الطبيعه البشريه لربما الكثيرين في المستشفيات او العاملين في المجال الطبي هي من حصيله الفشل في العام 2013 كانت الدكتور ربما طب تسمح لي نتحدث عن نخاع العظم انت تحدثت قبل قليل يعني هل نستطيع ان نقول انه وصل الموضوع الى مرحله يمكن مرحله تجاريه او مرحله بالفعل منتشره بشكل تطبيقي. كافي او تطبيقي بشكل عملي الان في العالم العربي او العالم؟ اجمالا مراكز زراعه النقي تقوم بزراعه عشرات الالاف سنويا في زراعة نقيل عظام على مدار العالم أشياء بسيطة أم؟ لا نحن نتكلم عن حالات خطيرة مطرد. يعني م. لا يمكن استعمال تقاليد زرع الخلايا الجزعية أو زراعة نخال عظم عند مرضى بأمراض بسيطة عادية م. إذا نحكي عن استطبابات زراعة نقيل عظام بشكل أساسي هي سرطانات الدموية بشكل أساسي ولكن يمكن استعمالها أيضا بسرطانات حتى صلبة أخرى ولكن يعني من المعروف ان سرطان الدم الجائل افضل وسيله علاجيه له بعد التطبيق العلاج الكيميائي هو تطبيق زراعه نقي العظام ولكن هناك ايضا بعض الحالات اللي مثلا اللي بيكون فيها المرض وراثي خلقي مثل التلاسيميا او فقر الدم المنجري ايضا لا حل سوى تبديل مصنع الدم اللي هو نخاع العظم ويتم ذلك بزراعه النقي هون بهذا الشيء بودينا لانه زراعه نقي العظام فيها نوعين زراعة نقي العظام الذاتي من سمي يعني أن تؤخذ الخلايا الجزعية من ذات المريض وتحقن له بعد تطبيقات تتم في المختبر خاصة بذلك والطريقة الثانية اللي هي زراعة النقي الغيري اللي سيؤخذ من متبرع آخر لكن على أن يتطابق من ناحية النسجية وليس من ناحية الزمرة الدموية النسيجية مع المريض ليصار إلى علاج مرضه الأساسي اللي هو بالغالب يكون مثل ما